السلام عليكم الغزالات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا تدوزوا اوقات مزيانه مع عائلتكم وفي الخدمه ديالكم وفي الدراسات ديالكم. شكرا بزاف 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 الاخوات اللي تيدخلوا يخليوا لي رسائل هنايا في لي كومونتير، سواء في الانستغرام سواء في السناب شات. فشكرا لكم كلكم اللي تتسولوا عليا. انا الحمد لله مزيان، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله، على زعما كاينه غابره. كاين غير كل خير. بديت القرايه، زائد عندي واحد التدريب فهو اللي شغلني شويه هاد جوج ديال الاسابيع، فالوقت تزير عليا صراحه، داكشي باش ما صورتش بزاف الفيديوهات، ولكن ان شاء الله تنت ادابط مع التوقيت الجديد ودائما كاين الجديد. المهم ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، بغيت نسولكم حيت تسولوني بزاف على اللايف، فغدا عندي اوف، فبغيت نسولكم واش غدا تبغيو ندير لكم شي لايف مع 6 ولا 7 العشيه بتوقيت المغرب. خليو لي تعليقاتكم باش نشوف الا كنتو موافقين نبرمج ان شاء الله هذا اللايف. ما بغيتش نديرو حتى الاخر لحظه وفي الاخر ما تكونوش بزاف الاخوات ما تيحضروش معايا اللايفات وتيقولوا لي ما كناش عارفين. فانا دابا تنسولكم، عفاكم خليو لي التعليقات ديالكم، والا كنتو غدا مسافرين خليو لي التعليقات ديالكم الا كنتو ان شاء الله غدا مسالين وموافقين، نديرو شي بث مباشر نهضرو شويه ونضحكو ونشوفو شي مواضيع اللي نفسو بها على راسنا كيف تنقولو، ونعاود لكم شي حجايات جداد. المهم خليو لي التعليقات، ما بغيتش نطول عليكم. الناس اللي في امريكا صباحكم مبروك، الناس اللي طلع عندهم الصباح نهاركم مبروك، وما تنساوش نبغيكم بزاف واخا تشوفوني غلط.